صباح الخير دكتورة رندا، واهلا وسهلا فيكي. اليوم الموضوع جدا جدا مهم. تأجل كثير الامتحان، لكن حيصير الامتحان. القلق النفسي او القلق الامتحاني اللي كثير من الطلاب بيعانوا فيه على اختلاف المراحل التعليمية، مثل ما قلنا ابتدائي اعدادي ثانوي. اليوم اعدادي وثانوي عم يجهزوا للامتحانات. خلينا نعرف اول شيء شو هو القلق الامتحاني، امتى بيكون طبيعي وامتى ندخل بمرحلة الخطر او الحذر من هذا القلق. صباح الخير. طبعا هلا مرحلة التحضيرات خلصت للامتحان، وهلا نحن بالمرحلة هي اللي فيها القلق بيطلع كتير، لأنه في عنا مجهول رايحين له، وهو التقديم يعني الحضور بقاعة الامتحان وبدء الامتحان وشو الأسئلة اللي ممكن تجي. فهذا بيعملنا يعني مجرد تفكير فيه وتخيله بيعملنا حالة من التوتر والقلق، وهذا شيء طبيعي طبعا مثل ما حكوا بالتقرير، انه نحن طبيعي قبل ما نكون نباشر باي عمل يكون عندنا درجة معينة من القلق. اذا ما كانت هالدرجة المعينة من القلق ما بيكون في تحفيز للدماغ ليحط خطة للعمل، لانه انا شلون بدي ابدا، كيف بدي اكمل، ليتخيل المراحل، ليقدر يكون عنده يحفز جسمه وطاقات جسمه هرمونات جسمه وعقله لا يجهز للإنجاز يلي هو رايح له. لذلك قليل من القلق جيد، ولكن الكثير من القلق محبط ومعرقل. فنحن بين هدول الشيء اللي بيصير انه بمرحلة الدراسة ما عندهم خبرة الكافية مع المواقف الضاغطة، وكيف بدنا نتعامل مع هذا الموقف، كيف بدي اقدر وازن انا بين القلق، يكون عندي قليل من القلق وما يوصل لحد العالي القلق المعرقل او المحبط او اللي المرضي او اللي بيخلينا بيعيق شغلنا بيعيق انجازنا. كيف بدي اقدر اعمل هذا التوازن؟ ما عندهم الخبره، لانه بسن المدرسه هنا خبراتهم جديده، لذلك بيعيشوا القلق مضاعف قدام الامتحان. ونفس الوقت نحن اذا شفنا انه هي المرحله هي مرحله بناء الشخصيه، مرحله بناء الثقه بالذات والثقه بالنفس، يعني عندنا لسه كله عم يتكون، فما عندنا ثقة بالنفس كافية ليقدر يقول أنا بقدر أني أنجح وأقدم الامتحان وأجتازه وما بيعمل لي ولا أي شيء ولا أي مشكلة. هذا الشيء بنشوفه بالجامعة بمراحل الجامعة اللي بيقدموا الامتحان غير مراحل الدراسة، يعني بنشوف الفرق كتير واضح بالجامعة، أنه خلص أنا صار واثق من نفسه، عرفان هو شو قدراته وكيف بيقدر يتجاوز هذا القلق. بينما بمرحلة الدراسة يعني تحت بالبكالوريا والتاسع وسنوات الدراسة بيكون لسه ما عندنا الخبرة كافية. هي نقطة. النقطة الثانية انه نحن نعطي الطالب بمرحلة الدراسة الثقة بالنفس. كل ما اخذ الثقة بالنفس واخذ الدعم من الاهل ومن الأساتذة والمعلمين ومن إنجازه، هو حقق إنجازات صغيرة ونجاحات صغيرة، كل ما هذا الشيء رح يعطيه إثبات أو رح يعطيه ساين إشارة أنه أنت تقدر، أنت بتقدر تتجاوز، أنت بتقدر تماما. خلينا نحكي كمان، بدك تضيفي نقطة تانية، لأنه نحن كنا حابين نسأل كمان على الأسباب. مثل ما بنعرف في أسباب بتكون على الأهل، في أسباب على الطالب نفسه مثل ما سمعنا. أهم المقارنة اللي دائما شائعة عنا بالمجتمع، أنه شوف فلان جاب العلامات الفلانية بالشهادة الكذا، شوف مدري كذا، هل الشيء بيأثر سلبا على الطالب كمان؟ طبعا المقارنة مع الآخرين، لأنه عم تحطيه بمكان إحباط، وقلنا أنه هو بهالعمر يعني بجوز هي الطريقة تنجح مع الواثق من نفسه الكبير الواثق من نفسه، ولكن هو بعمر لسه ما بنى شخصيته كفاية، لسه هو مهزوزة ثقته بنفسه. تقولي له أنت ما رح تقدر، أو شوف فلان قدر أنت ما قدرت مثلا، معناتها حطيتيه بخانة أنت ما قدرت أو أنت ما بتقدر، فهو انحصر بهي الزاوية. إذن عنا القلق الطبيعي يلي هو جزء منه، الجزء اللي بيأثر عليه كتير هو الثقة بالنفس، بناء الثقة بالنفس، الإعداد والتحضيرات للعمل يلي بده ينجزه، سواء كان الامتحان أو مقابلة عمل أو أي شيء.
وكمان عندنا نقطة مهمة، تدريبه على التوازن، عمل توازن بين القلق الطبيعي وبين القلق لما بيصير بدوز عالي بجرعة عالية. فأنا لما بيطلع القلق وبحس إنه هلا هذا بدي أوصل لمرحلة ما عود أقدر سيطر عليه، كيف نزل هذا القلق؟ كيف اشتغل؟ شو الأساليب اللي استخدمها لحتى نزل هالقلق اللي مو طبيعي، لحتى يرجع يتوازن مع القلق الطبيعي، لا أقدر اجتاز هاي المرحلة أو اجتاز الامتحان يلي أنا لازم تكون كل قدراتي مضبوطة وكل ذهني صافي وكله جاهز لا ومهيأ كله ومستنفر كله لا الامتحان وإنجاز الامتحان. هون النقطة نحن مندرب، المفروض يتدربوا الطلاب من هنا وصغار مراحل الأولى، ندربه كيف هو يقدر يتحكم بهذا القلق، ما يفلت منه للأخير، لأنه مجرد ما سيطر القلق بصير بقصرنا بالجهاز اللا إرادي، صار ما عاد يقدر هو، ما عاد تقدر إرادته بتفشل قدام الشيء اللا إرادي وبصير عاجز تماما. فنحن بدنا نعلمه أنه هو يعرف إشارات أنه أنت قبل ما توصل لهي المرحلة يلي هو أنت بتفلت الأمور من إيدك، ما عاد فيك تسيطر على القلق، قبل ما توصل لهي المرحلة شو تعمل؟ عنا أساليب كتير هي لازم ندرب الأطفال عليها، وفي طبعا متدرجة بالعمر لنوصل للبكالوريا. هي شغلة كمان المدرسة، يعني جزء من مهام المرشد النفسي اللي بالمدرسة ومهام الأهل اللي بهن متابعين الولد وعم يشوفوا أنه هو ما عم يقدر يسيطر، كيف ندربه أنه يسيطر على هذا القلق. هلأ ممكن نحكي شوي عن هدول الأساليب. طبعا هذا لما عم نحكي عن القلق كله الطبيعي، القلق المرضي شيء تاني تماما. القلق المرضي اللي هو عنده حدا بيتفجر قلق كبير ولا إرادي ومسيطر وما بيقدر هو يتحكم فيه، لمجرد لقاء بجوز رفيقه، لمجرد حدا يسأله سؤال عادي، لمجرد حدا يتطلع فيه حتى، طبعا هذا كمان له علاقة ببناء الشخصية وله علاقة بالمورثات وله علاقة بعلاقته مع أهله، قديش هن ضاغطين، قديش هن رغبتهم أخذ المساحة كلها وما له متاح له وما له منشاف وما له موجود. فأحيانا كتير رغبة الأهل بتكون مسيطرة، إنه أنا بدي ابني بدي إياك تكون 1 2 3 4 هدول بدي إياك تكون فيهم، كأنه عنده كتالوج وبده يبني هالولد على هالكتالوج، والولد بده يشتغل كل عمره ليطبق هالكتالوج اللي الأب والأم حاطينهم ببالهم. فبيصير لأنه في أشياء داخلية مختلفة تماما عن هالكتالوج ما بتزبط مع، بجوز يبدع هو بأشياء تانية بس ما بتزبط مع اللي طالبينه الأهل، وهنا بيكونوا ضاغطين بشكل كتير كبير. فالتناقض بين الضغط الأهل وبين رغباته بيعملنا هذا القلق المرضي، واللي بيظهر بقى بأسهل شيء اللي بيظهر بالدراسة، فبيجيبوه بالأخير لعند المعالج النفسي أو الطبيب النفسي إنه ابني أو بنتي ما بده يروحوا على المدرسة، بيوصلوا لعمر لمرحلة إنه خلاص أنا ما عاد بدي أروح على المدرسة ولا بدي أدرس ولا بدي، هذا الضغط ما عم بتحمله. فهون بيكون عنا في إشكالية قديمة بالعلاقة مع الأهل، بالعلاقة مع رغباته، قديش هو عم يحقق ذاته، قديش هو منشاف، قديش هو مسموح أنه يقول بدي وما بدي، قديش هو مسموح أنه كيف علاقته مع الدراسة أساساً. هي كلياتها بتتفجر بالسن المراهقة وبالبكالوريا، منلاقي كتير طلاب ما عاد بدي بكالوريا، ما عاد بدي لا روح ولا أدري، يعني هذا الضغط كله بقى بده يهربوا منه. هون نحنا لازم نتدارك، يعني بيجوا الأهل بيجيبوا الولد بهذا العمر إنه أنا بدي إياه، كمان بيفرضوا رغبتهم على المعالج إنه أنا بدي إياه يرجع على البكالوريا بس، يعني بيتعالج الولد لما بيرجع بيقدم بكالوريا. بالحقيقة بيكون عندنا إشكاليات كتير كبيرة وأعمق بكتير نفسية، بدها علاج وبدها شغل عليها بالتشاركية مع الأهل ومع الابنهم لحتى نقدر نرجعه للحالة المتوازنة مع ذاته، ليرجع هو يحب شو بده، يدور على شو بده، ليرجع هو يعبر عن رغباته. هذا الشيء اللي بدنا الأهل يفهموه، إنه بتكون أحياناً بتطلع عنا إشكاليات مع الدراسة لأنه أسهل إنه تطلع مع الدراسة،
مو بتكون مشكلة دراسة، بكون في مشاكل تانية ندور عليها، إما بالعلاقة مع الأهل، إما بالعلاقة مع الأصدقاء، إما بالعلاقة بالمدرسة مع الأساتذة، أو في تنمر أو في شيء. فنحن بدنا نبحث شو وين المشكلة. المشكلة بتكون بمكان ونحن بنقول لا بدي ابني يجيب علامات عالية، بدي ابني يرجع على دراسة، لأنه هي الظاهرة. يعني هي مثل وقت ترتفع درجة الحرارة هيك، يعني إنه ارتفعت درجة حرارته فمننزل له إياها، بس ما بنشوف شو السبب العميق اللي هو اللي عم يأثر على درجة الحرارة. نفس الشيء إنه عنا قلق امتحان، بس هو عم يعبر عن مجموعة قلق، أنواع قلق أخرى، في علاقة مع ذاته ما لها مبنية صح، في علاقة معكم أنتوا يا أهل، وين العاطفة، وين الحنان، وين الشيء الثاني. يعني هذا كله ما منشوفه، منشوفه الطالب كعلامة. هون بيتفجر عنا القلق المرضي يلي ما بيكون مسيطر عليه، وما بيعرفوا ليش، وبصيروا بقى من دواء لدواء ومن طبيب لطبيب، والهدف كله بعقلهم للأهل إنه أنا بدي يرجع للبكالوريا وبدي يجيب علامات. وبنقنعهم إنه لا، مو هون المشكلة، المشكلة لا ما في شيء، لا كله هذا حكي وكله عم يمثل وكله، لا في شيء حقيقي. الطفل لما بيعبر بيعبر عن شيء حقيقي لازم نسمعه. إذا فينا نرجع لنقول عن مثلا نحن كيف بالقلق العادي يلي مو مرضي، كيف بنعمل توازن بين القلق الطبيعي اللي أنا محتاجة لدرجة معينة من القلق لحتى أنجح، وبين إنه القلق اللي ما تقدر سيطر عليه. طيب دكتورة، بس منشان هذا الموضوع، بما أنه اليوم بلش هذا الشيء يصير عند كتير من الطلاب أو من كم يوم ماضيين أو فترة معينة، كيف بتنصحي الأهل يتعاملوا مع هذا الموضوع بطرق معينة، إن كان قدروا يستوعبوا أطفالهم من سن صغيرة ويضل هذا القلق شيء طبيعي، أو لا هو استفحل الموضوع وصار شيء فعلا بخوف أنه ما يقدروا يحصلوا علامات أو ما يقدروا يتابعوا عملية تقديم الامتحانات؟ شو بتنصحيهم للأهل؟ هلا اول شيء الاهل يلي بيكونوا مهتمين بابنهم، يلي هن متابعين دراسته وحاسين بانه امتى عم يتغير مزاجه، امتى عم يصير عم يطلع هذا القلق، امتى عم يطلع مخاوف معينه، وكيف الطريقه اللي عم يعبر فيها. في عنا اساليب كثير من علمها للطفل، المفروض الاهل يتعلموها ويعلموها لاولادهم الصغار، وبنفس الوقت الكبار نحن بسن المراهقة والكبار كمان منعلمهم إياها من خلال تدريبات معينة جماعية لعدة أفراد، مثلا عدة طلاب عم يعانوا من نفس المشكلة، نعمل لهم مجموعة دعم نفسي ونطرح الموضوع، نطرحه بشقه النظري والطبي والكيميائي وشو بيصير بجسمه، ومنطرحه بقى بالشق التمارين والتدريبات يلي هن لازم يتجاوزوها لحتى يقدروا يعملوا هالميزان هاد بين القلق المسيطر عليه والقلق الغير مسيطر عليه. فمن هالتدريبات، تدريبات التنفس، عنا أول شيء منقول له استرخي، خذ نفس عميق من أنفك، احبسه، عد للثلاثة احبسه، وبعدين طلعه شوي شوي من تمك. بستر طبعا شوي شوي، كل العملية بدها تكون ببطء تمام. هذول تمارين التنفس هي فئة كبيرة كتير وموجودة على اليوتيوب، واللي بده يسأل واللي بهي في كتير يعني تمارين للتنفس، انه ناخد نفس من الانف حتى يزيد عنا الاكسجين، ونطلع بزفير كأنه عم ننفخ بالون، كأنه هالقلق كلياته عم نطلعه بهالنفخة هاي لحتى نرتاح. في شيء تاني، هي فئة كاملة هي تمارين التنفس. عندنا تمارين الاسترخاء كمان، انه كيف هو يبلش باسترخاء العضلي يلي بيبدا من جبينه، بيبدا من وجهه، لانه كل الجسم بيكون متشنج بدون ما يحس. صح. يعني بيكون بعد ما يطلع من الامتحان بيحس انه اف شو كنت تعبان، انه اف هون كان مشدود وجهي، كان مشدود جبيني، كنت متقلص كلي ومالي منتبه، ففجأة بحس حاله انه استرخوا هدول كلياتهم. هدول التمارين من نعلمهم انه كيف هو يشد ويرخي، يبلش من عضلات الجبين لعضلات الوجه لعضلات الرقبة الكتاف الايدين، هو قبل ما يفوت على الامتحان او بلحظة الامتحان وقت بيصير عنده هذا الستريس او هذا التوتر، يعرف يغمض عيونه لدقائق ويعمل استرخاء عضلي. وفي عنا الاسترخاء التخيلي، انه يتخيل مشهد حلو بحبه بلحظة، يعني قد ما كان الجو كتير مزعج ومتوتر وهيك يغمض عيونه وينفصل عن الواقع
ويروح لمكان بيحبه مثل مشهد بحر، مشهد طبيعة، رفقة بيحبون قاعدة رفقة، بيجوز يكون بغرفته يشوف غرفته، تخته اللي بيتسطح عليه. فبس هيك لدقايق أو للحظات حتى يستعيد هذا المشهد، من قلهم حولوه مثل كرت معايدة أو هيك كرت، يعني حطه بذهنك وزغره كتير، وقت اللي بدك إياه بتطلعه لهذا الكرت. بلحظة معينة يشوف هذا المشهد بيعمل له دغري، بغير كيمياء الدم عنده، بيشتغل على عضلات الجبين كمان، عضلات الوجه، عضلات الرقبة، قلنا عضلات الجسم، يحاول يشعر بكل عضلات جسمه بيلاقيها كلها مشدودة، فمجرد ما فكر فيها هي بترخي لحالها. هذا اسمه استرخاء عضلي واسترخاء تخيلي وتمارين تنفس. هدول كتير مهم نعلمهم للطلاب المدرسة من هنا وصغار، يعني من هنا وبالروضة نعلمهم ياهم لحتى يتدرجوا ويصيروا عنا بالبكالوريا. دكتورة كمان في كتير طلاب أول ما بفوتوا على قاعة الامتحان للأمانة بيكونوا كتير دارسين بس بينسوا، يعني بيشوفوا السؤال بيقروا كل الأسئلة بعدين بينسوا. كيف الطالب اليوم شوي شوي كمان مثل ما قلتي هلا حكيتي على الاسترخاء حتى يقدر يتخلص من القلق قبل ما يجاوب على الأسئلة، كيف في الطالب أنه لما يسلم ورقة الامتحان كيف في ما انه ينصدم، ما انه شوي شوي شوفي هلا كمان عندنا العلاج التخيلي، يعني احنا بالبيت بنخليه يتخيل حاله انه هو قاعد على طاوله الامتحان، اجت الورقه يتخيل الورقه، يتخيل ورقه الامتحان، يتخيل اسمه على الورقه، يتخيل ورقه الاسئله. هذا التمرين التخيلي، وبنفس الوقت يعمل تمارين التنفس، يعني هو يتخيل مشهد المقلق كتير وبنفس الوقت يكون مسترخي، يتنفس صح، دايما بده يحافظ على تنفسه لحتى يضل في أكسجين بالدماغ، حتى تضل كل وظائف الدماغ من الذاكرة شغالة ما تتعطل، لأنه أول شيء بتتعطل الذاكرة بيصير عنا بلوك هيك شيء أسود وما بيعود يشوف شيء. بس لما بيعمل تمارين التنفس بيعيد الأكسجين وبيسترخي، والتمارين التخيلية بالبيت، يعني هلا مثلا لسه ما بلشنا بالامتحان، بقعد وبتخيل حالي هذا المقعد اللي بدي أقدم عليه الامتحان، الورقة موديلا، اسمي على الورقة، اجت ورقة الأسئلة، الأسئلة كيف مصفوفة، في عنا كمان أسئلة الدورات السابقة ممكن انه يتخيل انه هي الأسئلة كيف بدي اقراها، كيف بدي سيطر اول شيء اخذ نفس التنفس. وكمان في عنا كلمات مفتاحية، في ناس بيحبوا يقولوا كلمات بينهم وبين حالهم، غمضوا عيونهم يقولوا كلمات، اما صلاة واما كلمات معينة انه انا منيح، انا بخير، انا هلا مرتاح، هلا بدي انجح، يعني كلمات إيجابية، يعطي كلمات مفتاحية، كل حدا ممكن يختار كلمة ويصير هو يستخدمها دائما. هي كمان من التدريبات اللي بنشتغلها على الأطفال، على الطلاب المدارس، يعني مرحلة المدرسة كتير مهمة ببناء الشخصية وكتير مهملة بأنه ولد وأنه يلا دروس وأنه عادي وأنه عم يكذب وعم لا، عم نبني شخصية هون. أنت هذا الإنسان بهي المرحلة بده يضل يتذكرها كل عمره، قديش منتذكر أيام امتحاناتنا، قديش منتذكر أيام البكالوريا، أيام التاسع، قديش تتذكروا رفقاتكم، فالكل شغلة قديش ممكن كلمة قال أستاذ ضل بباله، الأستاذ بيكون نسيها وقال غيرها كتير شغلات بس بتضل محفورة بباله الطفل حتى يصير يمكن عمره 50 سنة أو 60 سنة. يعني دكتورة بدنا نقول لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وشكرا على هي الطاقة الحلوة والتحفيز اللي قدمتي والنصائح يلي كثير مهم انه الاهل ياخذوا فيها، وبنفس الوقت نتمنى فعلا يكون الامتحان سهل على الجميع يقدروا فعلا يحصلوا نجاح ودرجات كثير عالية. شكرا دكتورة شكرا لكم، وان شاء الله بالتوفيق لكل طلابنا ويحققوا اللي ببالهم ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. اكيد دائما اقول لهم كله بيهون بس ياخذوا نتائج منيحه ويفوتوا على الفرع اللي هن بالدنيا. اكيد شكرا لوجودك معنا دكتور.